إذا نبدأ الطفل هذا نشأ نعم أو العظيم هذا حينما كان طفلاً، شيخ سيف بن راشد المعولي بدأ برحلته العلمية شيخ نعم سلطان، فأين اتجه؟ هو من أين بدأ وأين اتجه؟ نعم يعني كما ذكرنا أن الشيخ كان يعني شغوفاً منذ صغره بالاطلاع والقراءة، نعم، فنشأ عصامياً بداية، حتى اتخذ أسلوباً في القراءة، فكان لا يقرأ الكتاب استرسالاً من البداية إلى النهاية. نعم، كان يقول عن نفسه أنه كان يستقرئ المسائل، نعم، فيأخذ مثلاً مسألة معينة من جامع ابن بركة، نعم، ثم يبحث عن هذه المسألة في الكتب والمصادر المتوفرة، نعم، فلا يقرأ الكتاب من بدايته إلى نهايته، ثم ينتقل إلى المسألة الثانية ويقوم بترميز هذه المسألة وكذلك الكتب التي تشير إلى هذه المسألة. جميل. يقوم بتلخيص وترميز هذه ماذا المسألة. نعم. كذلك أيضا يعني بعد سن العاشرة من عمره ذهب إلى الشيخ العالم الزاهد الورع محمد بن شامس بن عبد الله الرواحي، وأخذ يتردد عليه يعني يقرأ على يديه الكتب، حتى يعني اشتد عوده وقويت حجته. بعد ذلك يعني حمله والده إلى معقل المسلمين إلى نزوى عند الإمام، مدرسة الإمام الخليلي رحمه الله تعالى. نعم. ومكث الشيخ عند الإمام الخليلي ما يقارب يعني 30 إلى 35 سنة، ما شاء الله، وكان يذهب بين بلاده ونزوى. نعم. ويعني تفوق في العلم والاطلاع حتى حاز ثقة الإمام به، فأخذ الإمام يعني يوكله في القضاء في بعض الأحكام، وطلب منه أن يعني يوطن نزوى، واختار له زوجة من نزوى، فتزوج الإمام، فتزوج الشيخ ووطن في نزوى. وبعد ذلك الإمام كان يستخلفه في يعني الصلاة عند غيابه وكذلك عند مرضه، ويكلفه أحيانا بخطبة الجمعة، وكان يرسله الصلح بين القبائل في بعض، فهو رسول الإمام في كثير من المهمات. كم كان عمره حينما ذهب إلى بداية المدرسة؟ إلى نزوى تقريبا حدود 16 سنة ما شاء الله، في هذا الحدود يعني. نعم. أو أقل بقليل. نعم. عندما ذهب إلى نزوى التقى بجملة من العلماء وتعلم على أيديهم في تلك الفترة، و كان أيضا هو من المرشحين للإمامة بعد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله تعالى.